مساء الخير يا توح. حسن، انا كنت معدي بالصدفه شفتك قلت اجي اسلم عليكي. انت مسافره القاهره؟ ايوه. طيب هاتي عنك الشنطه بقى اوصلك لحد المحطه. عربيتك. متشكره. الناس هتقول عليا ايه لما تشوفني راكبه معاك عربيتك وانت بتوصلني المحطه؟ انا اسف يا توح، بس انا قلت يعني قلت انك اتقدمت لي وطلبت ايدي من بابا، مش كده؟ ايوه. انا اصلي بصراحه يا توحه معجب بيكي من زمان، بس ما كانتش الظروف سامحه يعني ان اعترف لك باعجابي ده. ودلوقتي الظروف سمحت؟ انا اصلي وظيفتي في القناه بقت كويسه قوي، وبكره تبقى قبطان ولا مرشد سفن، وعندك عربيه نص عمر وشقه كمان، وايه تاني يا حسن؟ انا قدامي مستقبل كويس قوي ان شاء الله، والدنيا كلها فاتحه لي دراعاتها، وبابا طلب من سياده المحافظ امبارح في الفرح شقه في اسكان المحافظه علشان اتجوز فيه، وان شاء الله هستلمها قريب. وتاكدي يا توحه ان هقدر اسعدك واحقق لك كل اللي تتمنيه. انا هحطك في رموش عينيا وهعمل لك كل اللي تتمنيه. حيلك قبل ما تكملي الاسطوانه دي، مش تسالني الاول عن مشاعري ناحيتك؟ مشاعرك ايه؟ وانا مش بني ادمه برضو من حق اختار اللي انا عايزه ارتبط بيه؟ ولا ايه رايك يا شاطر حسن؟ اه طبعا. وانا بقى مش حاسه بناحيتك باي حاجه، ايه قولك؟ ما هو يا توح الحب ممكن يجي بعد الجواز. اه بس ده لو انا ما كنتش مرتبطه. مرتبطه؟ ما انت لو كنت سالتني قبل ما تتقدم لي كنت قلت لك اني بحب واحد تاني. مالك اتخرست ليه؟ بتحبي واحد تاني؟ لكن عم العربي قال لنا ان بابا ما يعرفش حاجه عن اللي انا بحبه، وانا بقولها لك اهو عشان تنساني وتشيلني من دماغك خالص. شوف لك عروسه تانيه غيري، ولو حد سالك عني قول له ان انت صحيت من النوم لقيت نفسك ما بتحبنيش. وطبعا انا واثقه ان انت مش هتجيب سيره لحد، عشان انا كمان ما اقولش ان انت بتقف على نصي شارعنا تستناني وتعاكسني، وما بتعملش اعتبار لحاجات كتير ولا لعلاقه ابوك لابويا. عن اذنك انا هاخد حنطور. كلام ايه اللي هتقوله ده يا حسن؟ توحه قالت لك كده؟ ما انا عملت بنصيحتك وقلت اتجرأ واكلمها لوحدنا، وفضلت واقف مستنيه على نصه الشارع من صباحيه ربنا، ويا ريتني ما وقفت ولا استنيت. ما كنتش اعرف انها بتحب واحد تاني، وانها حتى مش لايقه تسمع اسمه. يعني مش عارف اقول لك ايه يا حسن، الجواز ده قسمه ونصيب، ولو توحه مكتوبه لك مفيش راجل في الدنيا هيقدر ياخدها منك. ايه يا حسن يا ابني انت فين؟ اهلا يا ريس فخري، اتفضل. اهلا بيك يا عبده. خير يا بابا، في حاجه؟ ايوه، بعت لك من الجيش استدعى، عايزينك تسلم نفسك لوحدتك يا النهارده يا بكره بالكتير. وادي الكيك اللي انت بتحبه، صنع ايديا وحياه عينيا. تسلم ايدك يا نور، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا مني. عارفة نورا، أنا حاسس طول ما أنا جنبك إني في الجنة ونعيمة. خلاص يا يوسف، هتسافر بكرة؟ أنا مش عارفة إزاي هقدر أعيش من غيرك وفي غيابك بعد كده. أنا عمري ما أغيب عنك أبدا يا نورا، حتى لو بيني وبينك الدنيا بحالها، روحي وقلبي هيكونوا دايما حواليك وجنبك. أنا حتى مش هحتاج أقرأ اليوميات بتاعتك، لأني دايما هكون شايفك وحاسس بيكي. مالك يا نور؟ مش عارفة يا يوسف، قلبي مقبوط. يا ساتر، قلبك مقبوط؟ مع إني فرحانة قوي، بس مش عارفة ليه حاسة إني زي ما يكون في حاجة كده خانقة فرحتي ومش لاقية لها سبب. يا ستي ما تشغليش بالك، أنت تلاقيكي بس زعلانة عشان هسيبك بكرة وإحنا في شهر العسل، بس وحياتك عني أول أجازة هاخدها هاخدك ونقضي مع بعض أحلى شهر عسل. الأيام الحلوة جاية كتير، وأوعدك إن كل حياتنا هتكون شهر عسل يا نور. بقول لك إيه؟ بقول لك أنت إيه؟ خلاص بابا ويحيى على وصول. يحيى؟ أنت عارفة بالرغم اللي عمله فيا ده إلا أنا والله بحب يحيى ده جدا. بجد يا يوسف بتحب يحيى؟ أنت بتقول إيه؟ ده أنا بحس إن يحيى ده ابني أنا. عارفة يا نور، أنا بدعي ربنا ليل نهار إني أخلف منك كتير قوي عشان ولادي يدوقوا منك نفس الحنان والحب اللي أنا دايقه، ويبقوا إخوات لي. يا الأمور بتتطور كل يوم عن يوم. الواد حسن ابني جاله استدعى للجيش ومسافر بكرة، ربنا يرده بالسلامة. الحرب بينها هتقوم وهتقلب بجد. ما تقلب، إحنا جد أهو جدود، إحنا جاهزين ومستعدين ليها. ولو إن الرئيس عبد الناصر قال إنه مش هيبدأ الهجوم على إسرائيل
لأن روسيا طلبت بضبط النفس. الرئيس عبد الناصر مش هيبدأ بالهجوم. تفتكر إسرائيل هي اللي ممكن تبدأ بالهجوم عربي؟ والله أنا قلبي مش مطمن وكلامك مش قادر أبلعها يا فخري. قصدك إيه عربي؟ في مؤامرة كبيرة بتتدبر ضدنا. صحيح المرة دي إسرائيل ما معاهاش إنجلترا ولا فرنسا، بس أنا حاسس إني معاها قوة أكبر وأقوى. قصدك أمريكا؟ كمان كلام الرئيس عبد الناصر ما يطمنش. يعني إيه مش هيبتدي وحيستنى الضربة الأولى؟ الكلام ده ورا مصايب كبيرة. ما تأخذنيش يا عم العربي، إحنا حاربنا قبل كده واستحملنا الضربة الأولى والضربة التانية، لكن دلوقتي الظروف مش هي والدنيا اتغيرت. انت كلامك ده يقلق عربي. يا سلام لو اقدر اقابل الرئيس عبد الناصر واقول له الكلام ده. ايه هتقول ايه؟ عايز تقابل الرئيس؟ انت بتحلم والرئيس فضيلك ده الدنيا مقلوبه. يبقى اكتب له جواب. جواب ايه يا عربي؟ ايوه جواب، اقول له خلي بالك يا رئيس، احنا مستعدين للحرب اللي جايه بجد ولا هي خطب ومنشتات واغاني وطنيه. اقول له ياخد باله، اذا كنا مستعدين يبقى يبتدي هو الحرب ولا يستناش، واذا كنا مش مستعدين ولا جاهزين يبقى يهدي الامور وما يوصلهاش للحرب. انت هتقول ايه يا عم العربي؟ كلامك ده خطير يا عربي، ممكن يجيب لك مشاكل كتير، ممكن يقولوا انك انت. لا انا لازم اتكلم. انا لو ما عملتش كده ابقى مقصر في حق بلدي. انا راجل حاربت واتصبت واتعاميت عشان بلدي، يبقى كلامي كلام الحق، بقوله لمصلحه البلد مش لاي سبب تاني. انا رايي انك انت تنسى الحكايه دي يا عربي. ايوه انا مع الرئيس فخري، الدنيا اليومين دول شايطه، وكلام زي اللي بتقوله ده ممكن يخلوهم ياخدوك في الرجلين. وعم العربي هيبعت الجواب للريس؟ معرفش، بس انا قلت لك كل الكلام اللي دار بينهم. جدع على محروس. بس انا مش فاهم حاجه يا نجاتي، وليه انت مهتم بالحكايه دي؟ وليه خليتني بقيت لازقه اصلي في قهوه عبده ليل ونهار اسمع كلام عبده وعربي وفخري وهما بيتكلموا عن الحرب اللي هتقوم في اي وقت دي ليه؟ ما تشغلش بالك يا محروس، بكره تعرف وتفهم. انا عايز اعرف مين اللي ملى دماغك بالاكاذيب دي؟ مين اللي بيروج للاشاعات دي ضدي وضد خالي؟ اشاعات؟ طبعا اشاعات. انت مش عارفه الظروف اللي بتمر بيها البلد يا توحه؟ احنا خلاص في حاله حرب، البلد داخله على حرب، يعني البلد محتاجة تضافر كل القوى الوطنية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حتى تكون الجبهة الداخلية أكثر تماسكاً في وجه العدو. ممدوح أنا مش فاهمة أي حاجة من الكلام اللي أنت قلته. طبعاً لأن خالي رمز من رموز البلد، لأنه هو هدفه يحمي البلد من كل الخونة وكل أعداء الثورة فبيروجوا عنه إشاعات. يعني الكلام اللي أنا سمعته ده مش صحيح، يعني أنت ما كنتش تعرف بنت السعودية وأهلها قتلوها لما عرفوا اللي حصل بينك؟ لا طبعاً كل الكلام ده كذب. أنا عمري ما كنت أتصور أبداً يا توحة إنك تسمعي الإشاعات دي عني وتصدقيها وتيجي تسأليني فيها. معلش يا ممدوح أنا ما قصدتش. المفروض ثقتك فيا تبقى أكبر من كده. هما ما عرفوش يعملوا حاجة مع خالي فحبوا يضربوه من خلالي أنا. خلي بالك الإشاعات دي نوع من السياسة الهدامة، بس اللي عمري ما كنت أتصوره إن أنت يا توحة اللي حبيتها واختارها قلبي تصدق الإشاعات دي وتيجي تناقشني فيها. ممدوح ما انت عارفني ما بفهمش في السياسة. خلاص يا توحة انا هنسى كل الكلام اللي قلتيه ده، بس بشرط اوعى اسمعك تتكلمي في الكلام ده تاني. خالي كل حاجة بتوصل له وانا مش عايز يوصل له الكلام ده، لان ساعتها هيرفض موضوع جوازنا. ده غير بقى ان انا مضمنش رد فعله ممكن يعمل ايه لما يعرف انك بتراجي اشاعات ضده وضدي. ايه تروح وترجع لنا بألف سلامة يا حسن يا ابني. شبان كتير في بورسعيد جات لهم استدعى عشان يسافروا سينا. ما هو يوسف كمان حيرجع كتبته. هتلاقيها بس شدت طوارق عشان الظروف بتاعت اليومين دول. شوية كده وترجعوا لنا بألف سلامة إن شاء الله. إن شاء الله، شد حيلك يا حسن، ترجع لنا بالسلامة يا ابني. إن شاء الله تكون نتيجة توعك كمان طلعت وتبقى الفرحة فرحتين. أشوف وشكم بخير. ترجع لنا بالسلامة يا ابني. الله يسلمك يا عم العربي.
بس سلم لي على كمال اخويا وقول له اني كان نفسي اشوفه قبل ما اروح الاستدعاء. معلش يا حسن، اخوك معذور، ما هو كلمني وقال انه ما عرفش ياخد اجازه من شغله في المنصوره. ان شاء الله لما ترجع نبقى نروح نزوره. ان شاء الله. سلام يا ابني. سلام. الف سلام. سلام. استغفر الله العظيم. ايه الله، ما تشد حيلك. امال يا فخري جرى لك ايه؟ ده انت ما عملتش كده لما دخلت الجيش. مش عارف يا عربي المره دي قلبي متوغش ليه، واللي زود قلقي ان الواد بقاله كام يوم سارح وشارد وما بيكلمش حد. اقول لك يا عبده، هو ما قالكش حاجه لما كان قاعد معاك على القهوه؟ ها يقول لي يعني؟ هتلاقي بس متضايق شويه من شغله ولا حاجه، ومش عايز يشيل حد همه. ان شاء الله الاسبوع ولا التنين اللي هيقضوهم في الاحتياط حينسوه ويرجع لنا زي الفل. السلام عليكم استاذ محمود. السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج مرسي بيمس عليك وبيقول لك عايز الطلبيه دي. يا مندور، مندور. وبعدين بقى في الراجل ده؟ مندور تعالى. جهز الطلبيه دي للحاج مرسي. الحاج مرسي ده لسه واخد الطلبيه كلها من يومين. انت هتقر على الراجل ولا ايه؟ الله ربنا يبارك له يا عم، هو يشتغل ويشغلنا. ايوه بس ده عمره ما انت هتفتح معايا تحقيق ولا ايه؟ الله نفذ من غير ولا كلمه. طب على الاقل حتى نتصل بالحاج سلامه. انت هتفهمني شغلي؟ الله انت هتعمل رئيس عليا ولا ايه؟ روح نفذ. اه تشرب شاي. خلاص يا يوسف الاجازه خلصت، هترجع للكتيبة تاني. أنا لسه ما حسيتش إني عروسة. أهو اللي يسمعك دلوقتي ما يسمعكيش قبل الجواز. أعمل إيه؟ أنا الود وإنتي تفضل معايا هنا على طول، ما تبعدش عني لحد آخر يوم في عمري. مش إنتي قلتيلي قبل كده إن إحنا عندنا واجبات أهم بكتير من مشاعرنا؟ عندك حق، أنا مقدرة مشاعرك، مش محتاجة إنك تقولي الكلام ده، وانا كمان مش هقدر ابدا امنعك عن اداء واجبك. طبعا عشان خاطري بلاش الدموع دي، مش عايز دي تكون اخر حاجه اشوفها قبل ما امشي. وانت كمان وعدني انك مش هتتاخر. ان شاء الله مش هتاخر. وريني بقى ضحكتك الحلوه دي. ربنا معاك. تمام يا خيط بيه، انا وصلت المدام والاولاد لبيت حما حضرتك، والمدام بتقول لسعادتك ما تنساش تيجي الصبح بدري عشان تاخدها وتروح تزور اختها في المستشفى. طيب طيب يا نعم. شايل النص طبعاً. تحت امرك يا سخيت. عملت ايه في اجتماع اتحاد المدباء؟ والله يا جلال البيان اللي اصدره اتحاد المدباء كان على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤوليه. انا اول مره اشوف التجمع الكبير ده لكبار المفكرين والمدباء، طه حسين وسمير القلماوي وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي وغيرهم من كبار المدباء والمفكرين. البلد كلها جاهزه للمعركه، البلد كلها، مش بس الكتاب والمدباء. وقرار امريكا وبريطانيا بترحيل عائلات وموظفين سفاراتهم اللي في مصر في اليومين اللي فاتوا دول معناها ان خلاص الحرب على الابواب. ده صحيح يا جلال، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا فعلا مستعدين لدخول الحرب؟ انتوا مين بقى؟ احنا مين؟ احنا الشعب. الشعب يا حبيبي مكانه المصانع والمدارس والمصالح الحكوميه، واللي بيصحح مقالات كبار الكتاب يصححها وبس، ما يتدخلش في اللي ملوش فيه. اما القرارات السياسيه دي بقى ليها ناسها. وانت بقى ان شاء الله من ناسنا؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت والعمال اللي زيك مكانهم الطبيعي قدام المكن في المصانع او في المصالح الحكوميه، مش في اي مكان تاني. انت بتقول ايه؟ من غير انفعال وتعالى تلخص لو انت بهدوء. زمايلك العمال اللي انتخبوك عشان تبقى عضو في الاتحاد الاشتراكي، انتخبوك عشان تبقى ممثل لطموحاتهم وتعبر عن رايهم وبصراحه شديده. من غير رفع شعارات النانا رح تودي ولا حتجيب. زمالك انتخبوك عشان ما تتربعش من منصبك وتستغل عربيه المصالح الحكوميه لمشاويرك الخاصه. انا ما اسمحلكش. تسمح ولا ما تسمحش؟ هي دي الحقيقه يا عضو الاتحاد الاشتراكي. لا الظاهر ان انا غلطت لما جيت وسبت كل مسؤولياتي وجيت اقعد معاكم. انا ماشي بعد اذنكم. عن اذنك يا بتاع اللغه العربيه. استنى يا استاذ بخير. لا يا معلم. ما كانش له لازمه الكلام ده يا استاذ فتحي.
يا اخي دلوقتي عظمه كبيره في الاتحاد الاشتراكي. الحكايه مش مستحمله طبطبه وجبر خواطر واحنا في الظروف دي يا سالم. عندك حق يا فندم. يا ريت تقدر تكتب الكلام ده وتقوله. انت بتقول فيها انا ناوي على كده فعلا مهما كان الثمن. غريب. ده الحاج مرسي عمره ما عملها ولا عمره اشتغل في الصوف والحرير عشان يطلب الطلبيه دي كلها. هو محمود سبق من بدري من العصر يا حاج، بس هو قال انه عنده مشوار مهم. كل يوم مشوار مهم، كل يوم مشوار مهم، ويسيبك لوحدك في الوكاله دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. الو، مساء الخير يا حاج مرسي. انا الحاج سلامه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. بقولك ايه يا حاج، البضاعة اللي انت طلبتها من عندنا وصلتك؟ بضاعة ايه؟ البضاعة اللي انت بعت حد من صبيانك ياخدها ومحمود ادها له. كلام ايه ده يا حاج؟ انت متأكد من الكلام ده؟ طيب بالسلامة يا حاج، بالسلامة. انت حاج مرسي بيقول انه ما بعتش حد يشيل بضاعة من عندنا. الله، امال مين اللي جه ياخد البضاعة ده؟ معرفش. ايه الحكايه بالظبط؟ كنش الواد محمود بيرسم عليا الاونطه وعاوز ينصب عليا ولا ايه؟ فخامه السيد الرئيس جمال عبد الناصر تحيه طيبه، وارجو من الله ان يمنحكم الصحه والعافيه لما فيه خير الوطن. لست ادري هل تتذكرني يا فخامه الرئيس ام لا. انا العربي مسعد من أبطال المقاومة في حرب 1956، والذي منحت وساما تقديرا لبطولته في تلك الحرب. وصورتي معك وأنا أتسلم منك الوسام هي أغلى صورة في حياتي، ولحظة لقائي بك هي اللحظة التي تنير لي ما بقي من عمري بعد أن فقدت بصري في أعمال المقاومة في الحرب. السيد صالح البرجاوي، تحية طيبة وبعد، أكتب هذه الرسالة من مواطن مصري بيحب بلده بورسعيد، بلد الأبطال، وليس مهما من أكون، فإنني مواطن حريص على سلامة الوطن من الخونة أمثال العرب مسعد. إنني كمواطن يخاف على مصلحة بلده ولا يتمنى لها غير الخير، مواطن جرب ويلات الحرب واكتوى بنارها ولا يريد لبلده الدمار والخراب، ولكنه يريدها دائما منصورة وسالمة تحت قيادتكم. وقد سمعت كما سمع كل أبناء الوطن بالظروف التي تمر بها البلاد والحرب التي تدق على الأبواب، وأنا لست أخاف الحرب ولا العدو، ولكن ما أخاف منه سيادة الرئيس هو ألا نكون مستعدين لتلك الحرب، وأن يكون هناك فخاً منصوباً لنا لاستدراجنا إليها. إن هذا الخاين العربي مسعد يقوم ببث سمومه وسط المواطنين في بورسعيد، وهو يشكك في قدرات الوطن ويقول أن مصر يجب ألا تدخل الحرب وأننا لسنا على استعداد لها، وأن القيادة تسير نحو الحرب بعينين مغمضتين وستقود الوطن إلى كارثة. فهو يشكك في النظام والقيادة السياسية ويتهمها أنها تدفع البلد إلى حرب يمكن أن تنهزم فيها، وهو بذلك يضعف من الروح المعنوية لأبناء الشعب ويدفعهم للاستسلام
ويشكك في كفاءة النظام، ولذلك فإنني أرسل لكم هذه الرسالة لتحموا الوطن من أمثال ذلك الخاين العربي مسعد. التوقيع: مواطن يخاف على بلده ويحبها. بتعمل ايه يا نجاتي؟ بكتب جواب. لمين؟ شغلك. انت ايه حكايتك؟ ما تعطلنيش يا وليه، انا يا دوب الحرم الجواب عشان يوصل لصاحبه بسرعه. لكل هذه الظروف التي شرحتها لسيادتكم ياتي خوفي من الاندفاع نحو حرب بدون استعداد، حرب قد تقضي على كل ما حققناه من تقدم اقتصادي لهذا الوطن ومن انجازات عظيمه. ان رسالتي هذه لسيادتكم مجرد راي متواضع احببت ان اساهم به، ولكن القرار في النهايه قراركم، فانتم سياده الرئيس ادرى بظروف الوطن، وفقكم الله لما فيه خيره. التوقيع: العربي مسعد من أبطال المقاومة في حرب 56. ايه يا بابا؟ حضرتك بتعمل ايه؟ كتبت جواب لعبد الناصر. ايه ده يا بابا؟ حضرتك لسه مصمم على انت بتعمله ده؟ ايوه، انا عايزك تبيضيه وتحطيه في ظرف وتكتبي عليه رئاسة الجمهورية وترميه في البوسطة. حاضر يا بابا. ايه ده؟ مين اللي بيخبط بالطريقة دي؟ معرفش. محمود ابني سرقك؟ ابنك قدامك اهو، اسأله لو كنت بتبلى عليه. يابا انا اديت البضاعة للراجل اللي قال لي انه جاي من طرف الحاج مرسي، ومنظور قال لك ما تعطيهوش حاجة، وقال لك انه عاوز يكلمني ويسألني، وانت قلت له مالكش دعوة. يبقى معناته ايه الكلام ده؟ انه موالس مع الراجل اللي اخذ البضاعه ومتفقين سوا. ما ترد على كلام الحاج يا محمود. يابا انا ما اعرفش ان الراجل اللي جه ده حرام، وما اعرفش انه مش من طرف الحاج مرسي، والمصحف الشريف يابا ما اعرف. خلاص اكتب، ما تجيبش سير كتاب الله على لسانك، اوعى تحلف. انا عشان خاطر العشره والقرابه اجيت لحد عندك يا عربي، ترجعوا لي حقي، ويا دار ما دخلك شر، وابنك ما يعديش الوكاله تاني. وانا غلطان اللي سمعت كلام بنتي لما نورا بعتت لها تترجاها عشان اشغله عندي في الوكاله. نورا عملت كده؟ انا قلت ان يمكن يكون حاله انصلح والاقربون اولى بالمعروف، ما كنتش عارف ان اول ما هيعض هيعض فيا انا. بكره فلوسي ترجع لحد عندي، 200 جنيه ما ينقصوش مليم، ما هو المال ده مال حلال انا مش سارقه. واللي ابنك جره من الوكالة من ورا ظهري وصرفه أنا مسامح فيه بالإذن. أنت طلبت من بنت خالتك الكلام اللي قال عليه دلوقتي؟ أيوه. يعني كنت بتكذبي عليا يا نورة؟ بتصغريني قدام الخال؟ يابا إحنا ما شحتناش حاجة من حد، هو كان يتقول إن أنا أشتغل عنده. طبعًا هو يطول يشغل عنده واحد صايع وسكري وكلفتي زيه. طب انا ما سرقتوش، ما سرقتوش. والسم الهاري اللي انت بتطفحه ده بتجيب حقه منين؟ وليت الحنه لما رجعت سكران ودخلت البيت السحب زي الحرامي عشان ما احسش بيك وانت ريحتك جايبه لاخر الشارع، بتجيب حق الملعونه دي منين؟ يابا اسمعني بس. وليك عين تقول يابا وتنطقها بلسانك؟ انا لا ابوك ولا اعرفك من السعاده، واياك تخطي عظمه البنت ده تاني. ستين داهية المركب اللي تودي. أنا ما سرقتوش والله ما سرقتوش. محمود وأنت يا نورة
كنت عينيا اللي بشوف بيها. اتاريك بتستعميني. بتمسحي البيت بالليل بالجاز عشان ما احسش بريحه اخوك. تكذبوا عليا كلكم. بتستعموني. يا خساره تربيتك في ولادك يا عربي. يا خساره تربيتك في ولادك يا عربي. حبيبي نجاتي، هو صحيح الكلام اللي انا سمعته على محمود؟ صحيح ونص يا خواجه. الولا محمود طلع حرامي بيسرق وكلب جوز خالته، لكن قفشوه. امال يعني كان هيجيب حق المدعو اللي بيدفعه عندك كل ليله ده منين؟ وساره انا كنت فاكر انه راجل جدع. تزعلش قوي كده يا خواجه، الفضيحه بقت بجلاجل ملت بورسعيد. الناس كلها ما عدلهاش سيرة غير محمود وابوه وعم العربي البطل. دلوقتي بقى ابو الحرامي. بس اللي انا مستغرب له نجاتي انهم قالوا لي انك مش تطلع من البيت، خايف تخرج منه بعد اللي حصل. لا خلاص يا خواجه، ما انا اديت لنفسي افراغ وقلت اجمد عليه. ايه مسا عملت كله تمام واصلي؟ انا خدت نص نقل ونزلت على الأمطرة، بعت القماش اللي كان واخده الولا مكرم من محمود ورجعت بحقه. والولا مكرم اللي رسم الخي على محمود عملت معاه ايه؟ رديته بقرشين مش هيهوب ناحيه بورسعيد تاني. براوة عليك يا محروس. طب يا معلمي، انا دلوقتي بس عرفت ليه انت رحت فرح بنت العربي وقعدت ترقص وتهيص عشان ما حدش يشك فيك لما نخلص الملعوب بتاعنا، صح؟ باقي حق القماشه هون. فلوس الحاج سلامه فكت ازمه. خد دول مش خساره فيك. انا كده حق وصلني تالت ومتلت. وخدت حق من العرب وابنه الطقطقان. ولسه التقيل جاي ورا. بكره سمعك عنه احلى اخبار. في صحه العربي. وابن الحرامي. اهلا. صباح الخير. خير؟ وهو هيجي منين الخير من بعد اللي عمل اخوك بسلامته؟ اخوك الحرامي قصبا عظما لو ما رجع اللي سرقه لخلى ابوه يحبسه. يا ريت توصلي حتتين الذهب دول للحاج، خليه يبيعهم. متهيألي تمنهم أكبر بكتير من تمن البضاعة اللي بتقولوا إن محمود أخويا خدها. أنت جبتي الذهب ده كله منين؟ تكونش شبكتك؟ والله مش شغلك. ماشي، كتر خيرك، متشكرين. اقعدي اشربي شاي. متشكرين. الباب اللي يودي. بسلامتها بنت خالتك، جايبالي حتتين ذهب تمن البضاعة اللي سرقها أخوها. كان قلبي حاسس ان ده هيحصل وان بسلامته محمود كان طمعان فينا، عشان كده زمان اتلككت النوره وقطعت رجلها من البيت، وهو محمود حصلها ومش هيعتب وكاله الحاج تاني، ولو استجرى وراح هناك انا بقى اللي هطلب له البوليس. اديتيها شبكتك؟ ايوه بابا اديتها شبكتي. اي نعم شبكتي غاليه عليا قوي، بس مش اغلى عليا من سمعه محمود اخويا ولا اي كلمه وحشه تتقال عليه. عموما يوسف لما يرجع بالسلامه مش هيزعل لانه هيقدر الظروف. مال الدنيا كله مش اهم من سمعه ابن العربي. وهو ما فكرش في سمعته وسمعه ابوه وسمعه اخواته قبل ما يعمل كده؟ يا بابا محمود لا يمكن يعمل كده. محمود اخويا ما سرقش، لا يمكن يمد ايده على الحرام ابدا. دي اخره السكه البطاله اللي هو ماشي فيها. يا بابا اسمعني، محمود اخويا لا يمكن. ما حدش يجيب لي سيرته تاني. أنا كأني ما خلفتوش. أنا ما كانش ليا ابن اسمه محمود. يا ريته مات يوم ما اتولد. يا ريت أمه ما حملتش فيه. يا ريته لا عاش ولا كان. أيوه.
صباح الخير يا ست نور. اهلا وسهلا يا معلم عبده، اتفضل. عم العربي عامل ايه؟ الحمد لله كويس. على فكره محمود كان مبيت عندي ليله امبارح. محمود كان بيت عندك؟ ايوه، يعني لما سمعت باللي حصل وعرفت ان عم العربي طرده ما خلصنيش، لفلفت عليه بورسعيد كلها لحد ما لقيته ومسكت فيه وما سبتوش الا ما جه بيت عندي، وانا سايبه دلوقتي على القهوه. كتر خيرك يا معلم عبده. محمود ما سرقش الحاج سلامه، حلف لي على المصحف انه ما يعرف الجدع النصاب ده، واني مصدقه. ويا ريت بابا كمان يصدقه. انا هدخل له واقول له ما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه يا عبده، ولو عرفت ان محمود بات عندك تاني لا انت صاحبي ولا اعرفك. ليه كده يا عم العربي؟ ده مهما كان ولدك من لحمك ودمك. لحم زفر مش عارف جه من صلب ازاي. يلا بينا يا معلم عبده. على فين يا ست نور؟ يا اهلا بعز الحبايب. ازيك يا عروسه وازاي يا عم العربي؟ الحمد لله بخير. ما اعرفش انا فوتوا ليه. انتوا بتفتشوا على حد ولا محمود ده توك ماشي من دقيقه. مشي؟ مش راح فين؟ ما قالش، بس انا لقيته قاعد كده مش على بعضه وزعلان. سالته مالك يا حوري؟ قال لي ان الحاج سلامه طرده من الوكاله بعد ما اتهمه بسرقه قماش، وان عم العرب هو كمان طرده من البيت، وانه قاعد يا عيني مفيش في جيبه حتى حق النشور. صعب عليا، قمت حينته واديته اللي فيه النصيب. احسن من مد ايده لحد غريب، ما احنا برضو اهل. الا بالحق، عم العربي عامل ايه دلوقتي بعد الكلام اللي ملى البلد عن حرام؟ ايوه كده، اظهر وباين على اصلك. هتحاسب على كلامك يا ابو السعدان. انا ماشي انا يا معلم عبده. لا لا، لو محمود رجع بالسلامة ابلغه حاجة. الله يكون في عونها، دي لسه عروسه جديده يا عيني، ما لحقتش تسبح واخوها فضحها هي وابوها بعمايله. انت ايه اللي بقعدك هنا؟ قاعد من جيبي، قاعد من جيبي يا اخويا، ولا تكونش فاكر نفسك بتجب عليا. بقول لك ايه، يبقى سلم لي على عم العربي وقول له الله يكون في عونك، قلبي معاك. يا خسارة شاك على عيالك يا عربي. ولا هات لي قهوة ومعسلة بس تكون على حجر جديد. أقول لك إيه؟ حسك عينك تهوى بالقهوة دي تاني، وإلا والعذر المنوط أكون واخد فيكم قبض ولا حتى إعدام. حسابك جاي أنت كمان يا عبدو، وقريب قريب أوي. سمعت؟ اهو مظبوط. تحت امرك. امال فين عم العربي؟ ما جاش النهارده، حضرتك عاوز منه حاجه على المؤاخذه. اصل انا غريب مش من هنا، وسمعت عنه كتير، وكان نفسي اشوفه واتعرف عليه. الله يكون في عونه بعد اللي حصل مع ابنه. خير، هو ايه اللي حصل لابنه؟ انا عايزك تحكي لي عنه كل حاجه. كل حاجه؟ خد، مش خساره فيك. ثانية واحدة، أخلص اللي في إيدي وأجي أحكي لك كل حاجة. حمامة. Thank you.
وقد استفاد البعض من الثورة وصار حماسهم لها بقدر ما غنموه من مكاسب ومناصب، فصاروا من المنافقين السائرين دائما مع اتجاه الريح ومع مصالحهم الشخصية، وأصبح هؤلاء بشعاراتهم الجوفاء وبنفاقهم الممجود من أهل الثقة لا من أهل المعرفة والخبرة. ونحن في هذه الظروف المصيرية الدقيقة التي تمر بها البلاد، نحن بحاجة شديدة إلى أهل المعرفة والخبرة لا إلى أهل الثقة. إيه رأيك؟ رأيي هايل هايل يا فتحي، أنت المفروض تشتغل صحفي مش مصحح لغوي. للأسف يا جلال، رئيس التحرير رفض ينشره في المجلة، قال إن المقال فيه شوشرة على المعركة اللي ممكن يدخلها في أي لحظة، وأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، مع إني شايف اللي أنا كاتبه في المقال ده لصالح المعركة اللي جاية ولصالح البلد كلها. طب وبعدين؟ مش عارف يا جلال، المجلة هتطبع الليلة والمقال ده لازم يتنشر بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن. أنا شايف إن المقال مش هيتنشر، الرقيب هيشيل. الاستسلام عجز وأنا لا يمكن أكون عاجز، المقال ده لازم يتنشر ويطبع الليلة. أنا في دماغي فكرة مجنونة، يا ريت أقدر أنفذها. خليك أنت، عم فاخر ازيك؟ ازيك يا نورة؟ الله يخليك. ممكن في ايه؟ جوه خير، في ايه؟ محمود. ماله محمود؟ شفته دلوقتي في المينا واقف مع قبطان مركب بضاعة مسافر على إيطاليا، ولقيته بيتفق معاه إنه يهربوا على المركب ويسفروا معاه فيه، وإنه مستعد يشتغل أي شغلانة قصاد إنه يسفروا. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا عم فخري؟ أنا حاولت أتكلم معاه وأمنعه، لكن مفيش فايدة، اللي في دماغه في دماغه، ده خلاص، كلها نص ساعة والمركب مسافر. محمود مسافر؟ في 60 سلامة. المركب اللي تودي. ايه يا بابا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي سمعتيه خلينا نرتاح منه. ما تقولش كده امال يا عربي، ده مهما كان برضك ابنك الكبير. ابني مات ودفنته من زمان. تعال معايا يا عم فخري. على فين يا بنتي؟ نروح نلحق محمود قبل ما يسافر. مفيش وقت يا نوره، ده احنا على ما نوصل المينا يكون المركب حله. تعال بس يا عم فخري. يلا انا جاي معاك يا ابو نور. رايح فين يا يحيى؟ رايح المينا مع ابو نور. اطلع اوضتك. انا لازم اروح اجيب محمود. قلت اطلع اوضتك. بابا انا زعلان منك قوي ومخصمك عشان انت عاوز محمود يسيبنا، ولو محمود سابنا انا هفضل زعلان منك طول عمري. يا محمود، you are not allowed to be on board and you are responsible for this delay. Okay, I'll call the port security. القبطان زعلان عشان احنا اخرنا سفره، وبيقول هيشتكينا للسلطات المسؤوله وهيحملنا المسؤوليه. يا فندم هو اللي لازم يتحقق معاه، لانه وافق ان في حد يسافر على المركب من غير لا باسبور ولا تاشيره، يعني تهريب. احنا ما عندناش دليل على الكلام ده، وبعدين انت بقولكوا ساعه بتدوروا على المركب ومش لاقينه. انا هضطر اسفر المركب، دي مسؤوليه. محمود انت فين يا محمود؟ على مهلك يا بابا. ما تخافش عليا، لازم الحق اخوك. بابا بابا بابا، يا ابن نورة يا ابن نورة، بابا واقع في المية. يا ابن نورة بابا واقع في المية. يا ابن نورة ابويا بسرعة. يا ابن نورة الحق يا عم فخري. ايه ابويا واقع في المية. ايه الحق يا عم فخري، يا لهوي.